ازيكم؟ في فيديو النهاردة هنتعلم ازاي نرسم قبة المسجد الاقصى بطريقة بسيطة جدا وخطوة بخطوة مع بعض وبشكل احترافي. مش هطول عليكم، يلا نبدأ الفيديو. اول حاجة هنرسم مستطيل بالشكل ده، ومن الجنب اليمين والشمال هنرسم شبه منحرف كده، وفي الجزء اللي فوق من وجهة المسجد هنسحب خطين تحت بعض، والجزء اللي تحت هنسحب خط. وفي نص المسجد نرسم الباب الرئيسي بالشكل ده، ونسحب خط في تلت المسجد من تحت كده، ونرسم باقي الأبواب بالطريقة دي. ومن فوق المسجد نرسم مستطيل واحدة واحدة، ونرسم الشبابيك بالطريقة دي. ومن هنا نسحب خط تاني بنص دايرة صغيرة من الجنبين، ونرسم نص دايرة كبيرة بتاعة القبة، ونضيف شوية تفاصيل في القبة عشان تدينا شكل بيضاوي. ونرسم المأذنة ونروح لمرحلة التلوين. بالنسبة للقبة التلوين هيكون مدرج، هنبدأ باللون البرتقالي، وبعد كده البرتقالي المصفر، واللون الأصفر، والأصفر المبيض. الجزء الصغير اللي تحت القبة هنلونه باللون البني، والباب الرئيسي برضك هنلونه باللون البني، والجزء اللي تحت من المسجد باللون الرصاصي أو الرمادي، والجزء اللي فوق باللون الأزرق. وبكده يكون الشكل واضح معانا. ياريت لو عجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وانتظرونا في الفيديو القادم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.